على كل شيء. الشكر موصول لأولاد وشباب إيمن تانوت اللي حاضرين معنا في هذا المهرجان، لأنه فعلا مهرجان يقام ويقعد له. شباب حماسي، شباب بدوره يقول كلمته في حي هش، يقول كلمته تحت شعار الموروث الشفاهي، مفخرة يجب الحفاظ عليه. أبناء حي سيدي موسى يخلدون الدورة 13 من حي سيدي موسى، يقول كلمتهم مع مجموعة من الشباب والطاقات التي قدمت من مجموعة من المدن، وأخص بالذكر مدينة إيمن تانوت بشبابها وطاقمها، حاضر ليقول امتداد لموروث لمادي بحي سيدي موسى هو امتداد لمنطقة إيمن تانوت. اليوم كانت له جمعية المجد في رقصة التنين الصيني في مهرجان بوجلود الدورة ديالو 13 منظم من طرف جمعية التضامن، وهذه المشاركة ديالنا الثانية، وكيف كتشاهدوا كيلقى واحد الإقبال كبير من طرف ساكنات مدينة سالا. صراحة هادشي زوين، أنا أول مرة تنحضر ليه واخا بنت سيدي موسى، ولكن عجبني بزاف، تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم، والله هادشي زوين ما شاء الله. وبالنسبة للتنظيم، التنظيم زوين صراحة، هي هادي تنظيم زوين وكل شيء تبارك الله زوين، كل شيء زوين ما شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.